الفريق أسفاري ميشيل بطل بطولة بحر. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الكابتن محمد شريدة. بداية كابتن نرحب بك ونمسي عليك. مسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. كابتن محمد شعورك وانطباعك عن هذه الليلة وعن هذا الكرنفال الذي يقيمه الكابتن عبد الرزاق؟ والله يستاهل عبد الرزاق، شخصية محبوبة، شخصية رياضية، يستاهل، لازم يعني لازم يتكرم فيه. كيف قيمت هذه الليلة؟ والله أنا دوبي جاي لسه ما أقدر أقيمها، بس إن شاء الله بعد الشوط الثاني بقيمها. كابتن هل شاركت في البطولة مع الكابتن مع فريق السوري ميشيل؟ أيوه ألعب معاهم أنا في بطولة في شارع الحج، بطولة أكاديمية المستقبل، وإن شاء الله نأخذ البطولة. كلمة أخيرة. الله يوفق عبد الرزاق، الله يوفق السفاري، إن شاء الله يوفق كل اللي حضروا. شكرا لك. كومنتو. شكرا على التقديم.